حرثة لواء بني كنان محافظة إربد، مواليد عام 57. درست الابتدائي والإعدادي والأول ثانوي بمدرسة حرثة. أوجه رسالة شكر إلى المرحومين الوالدين، الوالد والوالدة، وإلى زوجتي وأبنائي وأهلي وأقاربي وجميع أصدقائي وزملائي الأطباء. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور حسن عبادات. بداية يسعد مساك. طبعاً في البداية دكتور، حضرتك استشاري الأمراض النسائية والتوليد والعقم وجراحتها وصاحب عيادة بعمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا مواليد بلدة حرثة لواء بني كنان محافظة إربد، مواليد عام 57. درست الابتدائي والإعدادي والأول ثانوي بمدرسة حرثة، بعدين الأول الثاني ثانوي والتوجيهي بثانوية إربد لأنه ما كان في علمي بالقرى بهذيك الأيام، وثم ذهبت إلى جامعة دمشق ودرست كلية الطب وتخرجت منها عام 82، ثم عينت في وزارة الصحة وداومت فيها من سنة 86 لل 2014، وبعديها رحت سنة على السعودية اشتغلت ورجعت وفتحت عيادة بعمان. نعم بالتوفيق. بس ايش هو سر نجاحك وتميزك كطبيب؟ والله هو كمهنة مهنة إنسانية طيبة، الواحد بيحاول يساعد الناس قدر الإمكان، فهي مهنة الطب مهنة إنسانية، مشان هيك الواحد بيهتم فيها. نعم، بس احكي لي شوي عن أهم الخدمات اللي أنت عم بتقدمها هون عندك بالعيادة. بالعيادة احنا منتابع الحوامل، بنشوف أي اضطرابات أمراض نسائية وأمراض العقم وبتم معالجتها وإجراء عمليات الجراحية كلها بما يتعلق باختصاص النسائية والتوليد والولادة الطبيعية كمان. نعم، بس نحكي عن العقم بالتحديد، إيش هو أسبابه وطرق علاجه الحديثة؟ العقم له أسباب متعددة، أكثر سبب هو مشاكل بالكروموزومات، كروموزومات عند الجنين غالبا عند الأم وعند الأب ممكن تؤدي إلى العقم. في كمان أسباب ثانية، الالتهابات التي تصيب الرحم وقناة تاي فالوب وتؤدي إلى انسداد القنوات هذه وتؤدي إلى عقم. وفي كمان تناول المواد التي تحتوي على مواد مؤكسدة، وخاصة هاي اللي بيسموها النكهات للأكل، هاي مواد مؤكسدة وتؤدي إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض. متلازمة تكيس المبايض بصير ثخانة بالغشاء المحيط بالمبيضين، وبالتالي عدم حدوث الإباضة، وبالتالي يؤدي إلى العقم. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ إن شاء الله ربنا يهدي الوضع ونكون على أجمل وضع وترتخي الأمور الصعبة اللي بتواجه المواطن حاليا، ونطلب من جلالة الملك ذلك لحل هذه المشاكل. لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أوجه رسالة شكر إلى المرحومين الوالدين،
الوالد والوالدة وإلى زوجتي وأبنائي وأهلي وأقاربي وجميع أصدقائي وزملائي الأطباء. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ احكي لي أكثر، وين موقعكم وطرق التواصل معكم؟ والتواصل من خلال طباعة منشورات وتوزيعها، هاي واحدة. ثاني إشي من خلال صفحة على الفيسبوك للعيادة، وبث أمور كثيرة بتتعلق بأمراض النسائية والعقم. شكرا لك. العفو لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر الدكتور حسن عبادات على حسن استضافته لنا، وعلى أمل لقائي بكم مجددا. نورت شاشتنا. شكرا لك. العفو. شكرا لكم جميعا.